اهلا بيكم في برنامج التصميم المعماري والعماره الرقميه. معاكم الدكتور ماجد زاغو مدير البرنامج. في التصميم المعماري والعماره الرقميه احنا بنتعلم التصميم المعماري بطريقته التقليديه، بلس بقى كمان ازاي نتعلم التصميم المعماري من خلال الكمبيوتر. فالكمبيوتر بيساعدنا نطلع افكار جديده وتصاميم جديده. ده كله بيتم من خلال التفاعل بين العمليه الاكاديميه والحياه العمليه، كمان بندمجهم مع بعض في خلال زيارات للمواقع، المواقع التنفيذ، بنخوض من خلال زياره مكاتب استشاريه، من خلال استضافه معماريين وممارسين اللي عندنا في الكليه يعلموكوا ويمارسوا معاكم العمليه التصميميه. كل ده بينفعك في الاخر ان انت يأهلك لسوق العمل المفتوح دلوقتي في العالم كله. ازاي بنستخدم الكمبيوتر نبرمج الكمبيوتر ازاي هو يصمم معايا. فدي كلها سكيلز هنتعلمها وهنقضي وقت طويل مع بعض في الاستوديوز في التصاميم عشان نطلع احسن حاجه تقدر تعملها باذن الله. انا مش هطول عليكم، شكرا جزيلا، ونشوفكم على خير ان شاء الله في بدايه الدراسه.